هو صاحب الأيام الذي لم تمنعه الإعاقة البصرية عن تحصيل العلم، سواء في الكتاب في القرية أو في الأزهر الشريف أو في السوربون في باريس، حتى تقلد أرفع المناصب وأصبح وزيرا للمعارف وعميدا للأدب العربي. هو الدكتور طه حسين في مصر أرض المجددين. المشروع التجديدي لطه حسين كان محوره العلم بمعايشة الحاضر وبجعل العلم حقا من الحقوق التي يجب على كل فرد في الأمة أن ينالها. انفتح على الشرق والغرب وعلى الماضي واضعا عينه على المستقبل، فكون نهضة أدبية وتطور بالأسلوب حتى صار كالسهل الممتنع، واهتم باللغة العربية حتى أصبح رئيسا لمجمعها وعميدا للأدب العربي. أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا بكم. أهلا بكم صاحب الفضيلة. نستكمل الرحلة ونتوقف عند محطة مهمة هي محطة عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، رجل أزهري تتحول إلى السوربون، تحول إلى فرنسا وإلى الفكر والثقافة الغربية، لم يتخلى عن الجذور وعاد مرة أخرى إلى مصر محمل بكل هذه الأفكار. لو تحدثنا بادئ ذي بدء في الدكتور عن مفتاح التجديد عن طه حسين، يا ترى هيكون إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الدكتور طه حسين أو الشيخ طه حسين رحمه الله تعالى ولد 1890 وانتقل عن 83 سنة في سنة 1973 بعد يمكن حرب أكتوبر ب 22 يوم. صحيح. يعني أكتوبر نوفمبر، يعني انتقل في نوفمبر. وطه حسين الحقيقة كان له مشروع، ومشروع تجديدي، وجمع حوله كثير جدا من المثقفين، لأنهم وجدوا فيه يعني المدخل الصحيح لخطابهم. فهذا المشروع لو بحثناه وجمعناه وتتبعنا كتبه وقرأنا بنوع من أنواع الأناه في ما كتب، هنجد أن محور مشروع التجديد لطه حسين كان هو التعليم. وكلمة التعليم كلمة الحقيقة يعني مهمة للغاية، خاصة ويقول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما. طه حسين في مشروعه التجديدي اهتم اهتماما بليغا بأركان التعليم الخمسة. التعليم مبني على الطالب، التعليم مبني على الأستاذ وإعداد الأستاذ إعدادا قويا، التعليم مبني على الكتاب. اهتم طه حسين طول حياته بالكتاب المدرسي وبناءه وإعادة صياغته بما يوافق ويحقق الأهداف. والمنهج، المنهج الذي لا يكون قاصرا أو أن يكون غير نافع، يجب أن يكون المنهج متكامل. اهتم التعليم أركانه الجو العلمي، المدارس وهكذا، وتوج اهتمامه بقضايا هي من أس التعليم كالتدريب والتعليم الفني. عندنا التربية، عندنا أيضا الثقافة. كان هم طه حسين الليل والنهار
في قضية التعليم. لما نيجي نقول طب واحنا اعتبرناه مجدد ليه، لازم نرجع لخريطة التجديد اللي بتقول المنهجية والمعرفية والنموذج المعرفي والتراث والواقع. يلا نشوف طه حسين هو عنده ده ولا لا. فنجد لا، طه حسين عنده ونص عنده هذه الأشياء بزيادة. يعني مثلا لما يجي في قضية التراث، التراث ده يعني ما خلفه أبائنا وأجدادنا وكذا. هو كان في دار الكتب أول من وضع سلسلة تراثنا اللي طبع فيها تفسير القرطبي، واللي طبع فيها التوحيد لعبد الجبار المعتزلي، واللي طبع فيها تراثنا كله بقى، اللي طبع فيها نهاية الأرب للنويري، اللي طبع فيها مجلدات كثيرة جدا طبعت في تحت عنوان تراثنا، وكان من اختار كلمة تراثنا كان هو طه حسين. الحكاية واضحة عنده أن التراث ينبغي أن نتعامل معه بصفة منفتحة واسعة. التراث ليس تراث الديني فقط بل والعلمي أيضا. هل ده مولانا، أنا آسف للمقطع، بيفسر يعني مؤلفه الأشهر في الشعر الجاهلي أنه يذهب إلى هذه المساحة في اللغة وفي الشعر وفي الحضارة ويفند؟ متى كتب الشعر الجاهلي؟ هل كتب قبل البعثة أم بعد البعثة؟ طبعا موضوع الشعر الجاهلي موضوع في غاية التعقيد، لأنه كثير ممن يعني حلل ودرس في الشعر الجاهلي له مدخلان. مدخل تستطيع به أن تنتقد طه حسين وأنك أنت ما توافقوش، ومدخل ثاني تستطيع فيه أنك تبقى واقف مع طه حسين. ولذلك هو لما استشعر الحرج لما حدثت الضجة حوالين الكتاب غير اسمه وسماه في الأدب الجاهلي مش في الشعر الجاهلي. قضية انه طه حسين بيتألف في الشعر الجاهلي بيقول لك ايه، هو بيقول ايه. يلا ندخل المدخلين دول ونشوف، ونجرب كده المدخلين ونشوف انا هدخل معاه في طريقة الانتقاد اللي هي الطريقة اللي فهمها اغلب الناس من الكتاب. انت يا طه حسين تريد ان تحطم المعيار الذي نعاير به ونقيس به اعجاز القرآن، يبقى يخص عليك اللي هو الاعجاز اللغوي، اللي هو الاعجاز اللغوي. كويس. اللي بيحصل ايه؟ بقول ادي الشعر الجاهلي وادي القرآن، ايه رأيكم يا جماعة الخير؟ يقولوا لا ده فريد، لكن ده لا. فانت لما تيجي وتقول ان الشعر الجاهلي ده مش موجود اصلا وانه منتحل وانه تألف بعد نزول القرآن، معناته انه ما معكش حاجة تقيس بيها القرآن. ما يمكن كلام العرب كان كده، كان هو القرآن ده العرب بتتكلم كده، بتتكلم بالطريقة دي وبالاسلوب. لكن لما بيبقى فيه شعر مظبوط جاهلي بقول شوف عنضرة بيقول ايه، شوفوا امرؤ القيس بيقول ايه، طب وشوف القرآن بيقول ايه. لما نيجي ندرس ونرى واحد زي امرؤ القيس بيقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي. قفا وقف واستوقف، يعني وقف هو والناس عشان تسمع. نبكي وانا وانت، يبقى بكى واستبكى مظبوط، من ذكرى حبيب ومنزلي، فذكر الحبيبه والدار مظبوط. يبقى ذكر ست حاجات في شطر بيت. ايه ده، دي حاجه عاليه قوي. ايوه ما هو من المعلقات، ايوه ما هو من ابلغ الشعر اللي قيل. طب الشطر التاني بقى ايه؟ ولا حاجه. بسقط اللوى بين الدخول في حوملي، يعني اماكن زي يقول لك ايه، من الدقي للعجوزه يا قلبي ما تحزن. الا الدقي ده مكان والعجوزه ده يعني عايز تقول ايه؟ ولا مفهومة حاجه، مفهوم الاهل عصر حشو
بس يمكن كانت مفهومة لأهل عصره. ما هو مفهومة ايه هي الحومل وايه هي كده، لكن هو قال ايه؟ ما قالش حاجة. حاجة انا ما فهمتش حاجة بعد كده بعد كم واخد بالك يعني. ازاي فيبقى الربع الشطر الاولاني فيه ست حاجات صح، والشطر التاني فيه. لما تيجي في القرآن فإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، لا ما هياش آية واتنين وبعدين حشو، لا ما فيش حشو ولا حرف ولا كلمة ولا إيه، ده حاجة مذهلة. يبقى لما باجي أقول يا جماعة في شعره ودي كلامهم هو وشوف بقى الكلام ده، يبقى ده مختلف، ده صدر من مصدر غير ده، ده صدر مصدر بشري وده إله. فلما يجي يقول ان الشعر الجاهلي ده ما كانش فيه قبل الاسلام حاجة اسمها شعر جاهلي، فبالتالي وكأن المعجزة القرآن الكريم هي ده كان شيء طبيعي في عصره، في عصره ده المدخل. فيبقى إذن ده المدخل الاول اللي انا هلوم فيه طه حسين واقول له ليه كده، انت بتعمل كده ليه. لكن المدخل الثاني الصحيح اللي هنعمله بعد الفصل نعمله بعد الفصل. صحيح سيدنا الله يكون بعد الفصل، أرجوكم خليكم معنا. طه حسين عميد الأدب العربي، علامة زمانه، ابن مدينة مغاغة، هنا الرمتان كما أطلق عليه المؤرخون فيما بعد، وتعني مكان الراحة عند البدو. فبعد 12 عاما من تنقل طه حسين بين المنازل والبيوت، استقر في هذا المنزل حيث شعر بالراحة والهدوء داخله، والذي أصبح فيما بعد متحفا للزوار للتعرف على حياة أدبية عامرة لعالم وأديب من طراز خاص. فضيلة الدكتور علي جمعة، برحب بحضرتك مرة أخرى. نستكمل الحديث حول أحد أعلام التجديد في الفكر الإسلامي وفي الفكر الإنساني حتى، هو دكتور طه حسين أو الشيخ طه حسين زي ما حضرتك وصفته في البداية. نعم. حضرتك تفضلت في استعراضك لأحد أعظم وأكبر وأشهر مؤلفاته في الشعر الجاهلي، حضرتك ذكرت بأنه في مدخل قد ننتقده ولا نوافقه في الرأي، وحضرتك تفضلت بذكره قبل الفاصل، وهو استبعاد أن الشعر الجاهلي قد كتب قبل البعثة وقبل نزول الوحي. طيب المدخل الثاني اللي فيه لو أخذنا أو تعاطفنا مع هذه الرؤية، هو يريد أن يقول أن القرآن هو المصدر الوحيد لتلقي اللغة، وأننا إذا أردنا أن ندرك اللغة فعلينا بالقرآن الكريم، ولا ينبغي علينا أن نذهب إلى الشعر، لأن القرآن مضمون والشعر مش مضمون. فده مدخل كويس ومدخل في مدرسة نحوية بتقول إنه النحو ناخده من القرآن، لما يقول إن في قراءة إن هذان ساحران ناخده، مش هذين لأن إن بتنصب وهذين قال لا، ما هو المثنى يبنى على الألف، يبقى ناخد المذهب ده إنه المثنى يبنى على بسبب إيه؟ بسبب إنه ورد في القرآن، يعني عايز يخلي القرآن هو حجة اللغة، وعايز يخلي القرآن واسع. فرايح قال بأن القصص اللي في القرآن ملهاش دعوة بالتاريخ، هي حصلت ولا ما حصلتش، ده ليها دعوة بالعبرة والموعظة. احنا مش معاه في كده، احنا بنقول له لا، إبراهيم دي شخصية حقيقية، موسى ده شخصية حقيقية، عيسى ده شخصية حقيقية، ما تجيش تقول لي إنها دي يعني إيه أمثلة ولا كذا أو أمثلة يعني. طبعا برج ستراسر وقع في مثل هذا، ونشر في المجلة الأسيوية شيء عن هذا، وبعضهم ربط بين تبني طه حسين للقضية دي اللي هي إن قصص القرآن إنما هو للعبرة وليس، لكن طه حسين في النهاية هو مؤمن
ولكن هو يريد شيئا ما في ذهني، وهو اعتماد القرآن الكريم وأسبقية القرآن الكريم. إن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد لنا في معرفة هذه المعاني وهذه اللغة. ممكن نتعاطف معه في هذا الجانب، إنما بالجملة سواء كان ده ولا ده ولا كذا إلى آخره، الرجل استشعر الحرج لما حدثت الضجة الكبيرة ورد على الشعر الجاهلي ناس كتير. صحيح. وحدث جدال طيب وثقافي وعلمي في المجتمع، وأبرز يعني تملي الحالة الراكدة دي ما بتؤديش إلى الخير، إنما الحالة الجدلية والحالة التفكيرية اللي بيبقى فيها حوار ومناقشة بتؤدي إلى إبراز معاني كثيرة وإبراز قوة كثيرة في هذا المجال. الروافد المعرفية لطه حسين حضرتك شايفها إزاي؟ ابتداء من الأزهر وحفظ القرآن الكريم في الصغر، ثم الانفتاح المفاجئ على الثقافة الغربية بهذا الشكل وزواجه من الزوجة السويسرية الفرنسية زوجته، يعني شايف حضرتك كل هذه الأمور، ثم عودته للجامعة المصرية الجامعة الأهلية قبل جامعة القاهرة ما تسمى بذلك، يعني شايف الروافد دي كلها ازاي أثرت؟ هل تناغمت مع بعض ولا تضربت مع بعض؟ لا، هو مقرر أنه لابد أن يفهم، ما هو بقول لك التعليم هو أس المشروع بتاعه. المتعلم اللي عايز يتعلم لازم يفهم، فلما يجي ما يفهمش حاجة يقول أنا مش فاهم كده، أنا مش فاهم، ده ليس نقصا فيه، ده زيادة عليه. هو حفظ القرآن الكريم، وفي الأيام بيوصف إزاي هو حفظ القرآن الكريم وكذا إلى آخره. طه حسين كان لا يخطئ في اللغة في النحو حتى صار رئيسا لمجمع اللغة العربية، لكن لعقد كان يخطئ ويصحح، يقولك مثلا لما مررنا على المسلمين كده، وهو حتى في الحاجات الإذاعية وتلاقيه بيعمل كده يخطئ وبعدين صح. طه ما عملهاش، طه على طول بيتكلم، فبيتكلم كأنه من قريش ولا من كتاب نحو ناطق، حاجة ايه غريبة الشكل. طبعا دي الملكة دي ما تربطش الا بالمصادر اللي حضرتك بتقول عليها. فتربيته احمد حسين اخوه الكبير، واحمد حسين هو اللي جابوا الازهر وكده، فقال له اخويا انا من في حاجات مش فاهمها، ايه الكلام اللي ده هو؟ فهو مش قابل ان هو يحفظ دون ان يفهم ويفهم بعمق. كتب سكرتيره رحمه الله تعالى انه نهاية حياته كلها، يعني الخمس ست سنين الأخيرة من حياته، كان فاتح إذاعة القرآن الكريم حج سنة 55، وكان في استقبال مهيب ليه في الحجاز مثلا. ده الملك سعود قبله، مظبوط، الملك سعود قبله ولأنه كان ساعتها خلاص توج عميدا للأدب العربي طبعا. من اللي ألفه، ألف الفتنة الكبرى، وألف الأيام، وألف المعذبون في الأرض، وألف مجموعة كبيرة جدا سواء كانت من الروايات أو في السيرة أو في التاريخ أو في اللغة. صار حتى أصبح وزيرة للمعارف، وشارك بعد ما هو صار وزيرة للمعارف وخد البشوية 50 و51، قامت الثورة 52 أيدها مباشرة، واضحة الأمور عنده. خد رسالته في ابن خلدون، وابن خلدون عالم الاجتماع الذي كتب في مقدمته أساس التعليم، ما هو بقول لك مشروعه هو مشروع التعليم، مجانية التعليم، دافع مجانية التعليم على طول. التعليم كالماء والهواء، التعليم حق لكل إنسان، التعليم كذا وكذا وكذا، ده قبل الثورة. مظبوط. وظل مع الثورة، وعلى فكرة هو اللي سماها ثورة، واخد بالك، لأن كانت حركة الحركة حركة الضباط الأحرار.
قال لا دي ثورة. هل ده لانه ده الظلم في مراحل كتير في الطفولة وفترة الجامعة ولما اتحرك كان هيتحرم من البعثة، ويعني هل انه ده الظلم كتير فصارع في تأييد ثورة 52؟ لا، ده لانه اتربى صح، ولانه حفظ القرآن ثم فهم معانيه. هو كان يخشى ان ينسى القرآن، فكان يتلوه كتير علشان ما ينساهوش وما يتفلتش منه. ودرس البلاغ على الشيخ المرصفي، واللي يدرس البلاغ على الشيخ المرصفي يبقى خلاص يعني وصل الى الغاية. انما طه حسين اهتم بالتعليم، وكل ده كان هو نوع من انواع الشخصية القوية اللي بيتحدى بيها. فده كان اثار بس إيه، ده مش مشروع، ده دي شخصية، شخصيته قوية، لا يأبه للظلم ولا 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 يعني يطاطي ليه، لا ده هو راسه مرفوعة لانه فاهم. انا شاكر لفضل الدكتور علي جمعة، شكرا جزيلا لحضرتك، يعني معلومات مهمة جدا وقيمة وقراءة عميقة جدا في سيرة الدكتور طه حسين احد المجددين. شكرا جزيلا لفضلتك. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة وتعد حراما شرعا الابتزاز الإلكتروني، فمن المقرر شرعا أن ذلك الابتزاز الإلكتروني خاصة للفتيات حرام، لأن فيه نوعا من أنواع العدوان والطغيان وانتهاك الحرمات، وكل هذا من مقاصد الشريعة التي حفظتها بحفظ النفس والعرض والدين وكرامة الإنسان والمال. احذر هذا السلوك. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ثبت الإيمان في قلوبنا وحببه لنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب إنك على كل شيء قدير، فاللهم اجعل قلبي من القلوب السليمة إلا من أتى الله بقلب سليم.